بدي بنتي، بدي اخذ بنتي يا ألغا. روح من هون احسن ما كسر لك عظامك وعظامها. بابا بابا، انقلعي على اوضتك، انقلعي. يلا يلا روح بنتي، انت ما عاد تستحي ولا نعمة. لك انت بتعرف شو عملت؟ نزل مسدسك. شو هو اللي لازم يستحي منه ابني؟ وضح كلامك. لو ما سوى ابنك خناقة بسبب لعبة قمار، ما كان مات اخويا زليخة خانم. ومو بس هيك، لعب على نزار وحطه بالسجن، بلغ عنه. اذا عندك تار خدي منه. مظبوط هالحكي؟ من ورا ديونك بالقمار عم تشتغل بالتهريب يا جلال، وبسبب لعب القمار ضحيت باخوك يا كلب. فيني اخذ بنتي؟ رح سلم ابني امين بايدي للشرطة، القانون بيحاسبه. الولد اللي مثلك انت بلا بيكون احسن. ولي ماجدة، شبك بحل اهيك مثل المجانين؟ انا قتلت مروان. شو قتلتني؟ شو يعني ولي مات زلمة؟ ما بعرف. مشان الله كاظم روح اتأكد، شوف اذا الزلمة عايش ولا ميت. ان شاء الله يكون مات. اسكتي لا تحكي هيك. منى؟ انت حبك كبير يا نزار، قديش صابتنا مصايب. اذا ربي رجع لي بنتي رح ارضى باي شي مشان رد لك معروفك. انا ما عملت شي. منى منى حبيبتي يا قلبي، انت امي. كيفك نزار؟ إذا أبوك بيقبل فيني وبتوافي رح كون منيح. عمي عبد الله، تقبل سأل منى؟ هاي حياتها يا ابني. تعال يا أمين، جيب كنتنا وتعال عدو جنبي. أنت قتلت روح، وهالشغلة صار لازم تنحل يا ابني. بالأول بتسلم حالك للشرطة، القانون بيحل الموضوع. وقل
وإلا ما رح نخلص. لا تفكر بحوا، حوا صارت بنتنا، لازم تتحمل عقوبتك. تخلص، لا تخاف، هي فترة وبتخلص. طلع ميت الكلب؟ لا، عايش ومثل القرد، ما عاد بده يسافر بالمرة. قال لي خبر ماجدة اني راح اجي واطلبها بعد ما اطلع من المشفى. كاظم عم تحكي عن جد؟ والله العظيم. راح اطمن على مروان، بدكم شي؟ كاظم؟ بتعرف اني عم فكر اوصل؟ العمل شو عملت؟ بلكي بتحدد يوم العرس اذا قوصتك. المحامي عم يقول امين ما بيطول بالسجن، قال في اسباب مخففة. الحمد لله. ومنى بكرة عرسها، ان شاء الله بتتوفق. عدي مريم، لازم الانسان يعرف مكانه. شايفة يا مريم، نحن تعذبنا كتير. ايه تعذبنا كتير، بس ما غلطنا. ما عرفنا الخيانة. تعرفي شو سبب المشكلة؟ انا فهمت شغلة، فهمت انك مكاني وطني يا مريم. لولاكي ما كنت قدرت اتحمل. وانت كمان بيتي وحياتي يا عبدالله. مريم، بس نخلص كل شي على خير منروح على اسطنبول لعند اخي اكرم، والله اشتقت له كتير. اكيد منروح يا عبد الله، وانا كمان اشتقت لنادية وللولاد. يا ترى شو بيكون عم يسوي هلا؟ Sessiz giden olsun ömür.